وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ليلى، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 23، الإسكندرية 30-23، مطروح 30-22، بورسعيد 33-23، الإسماعيلية 36-22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 35-23، العريش 31-22، طابة 35-26، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-28، وجوها حار. بالنسبة للأقصر 41-27، أسوان 41-28، الوادي الجديد 40-27، شلاتين 36-28، حلايب 34-29، وجوها حار. ولأن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.